السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة دائما وأبدا إن شاء الله. اليوم هذا الفيديو مطلوب من أحد مشتركيني المحترمين بالقناة، وراح أحكي عن موضوع كيف تحسن تنسخ الرابط تبع القناة تبعك أو الفيديو اللي عندك، تمام، مشان تحسن تأكده بقناة بصفحتك على الفيسبوك، لأنه أنا في فيديو شارح فيه كيف إنك تحسن تربط قناة اليوتيوب مع الفيسبوك، تمام. ففي ناس ما عم تعرف كيف تنسخ الرابط تبع القناة مشان تكملوا عملية الربط، تمام. هاي شغلة، وشغلة تانية كمان راح أحكي عنها اللي هي كيف تحسن تخفي عدد المشتركين عندك على القناة، تمام؟ كيف تحسن تخفي عدد المشتركين أو كيف تعمل له ظهور، لأنه هذا كمان في حدا من المشتركين عندي بالقناة طلب أنه يعرف هذا الموضوع. فأنا اليوم رح أشرح عن هاي الفكرتين، تمام؟ مشان تعرفوا كيف تنسخوا الرابط وبالإضافة تخفوا عدد المشتركين أو تظهروا، تمام؟ هلأ خلينا نبلش. قبل ما نبلش الله يخليكم، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا لنا لايك. عم تنسوا تعملوا لايك، اعملوا لنا لايك للفيديو، الله يخليكم، لك الله يخليكم. تمام، ما راح اطول عليكم، يلا خلينا نبلش. تمام، هلا نحن هون بنفتح على الجوجل كروم، هي اللي عم يفتح من الموبايل او اللي عم يفتح من الكمبيوتر، تمام. نفتح على جوجل كروم، بس نفتح على جوجل كروم بتلاقي الصفحة صارت بثبت على قناتك، بتصير هيك، تمام. بس تفتح على قناتك انت وتفوت على هاي الصفحة هاي، تمام، بتطلع هون في عنا تحت مثل ما كن شايفين، رح اعمل زوم عليها، ديكا هاي الاشارة تبع الانشتالونجين اللي هو الاعدادات، تمام. تكبس عليها او بتكبسي عليها وبتطلع هاي اللائحة. هلا هاي اللائحة هون فيها كتير شغلات، تمام، فيها انه الاعدادات العامة، انتو مثلا بكرة ان شاء الله كل الناس اللي عم تشوفني واللي عم يأقني هلا ان شاء الله مستقبلا حتتفعل القناة تبعكم، حتصيروا تاخدوا مصاري، فهون عم حطوكم شو العملة تتعاملوا فيها. انتو مثلا بتكبس هون او بتكبسي هون، تحطوا العملة اللي بدكم تتعاملوا فيها، تمام. انا مثلا باوروبا اليورو، تمام. فالقناة هون تحت، القناة هون معلومات البلد اللي انت موجود فيها بتحط هون، انت حابب تحط كلمات رئيسية بالقناة بتحطها هون، تمام. في عنا الاعدادات المتقدمة، هاي الاعدادات المتقدمة كتير مهمة، تمام. هون عنا مثلا حاطين لك هل تريد تصنيف قناتك على انها مخصصة للاطفال، فانت اذا بتحطها مخصصة بتحط له الخيارات هون اللي بتلاقي عندك موجودة، تمام. ما بدي اطول انا كتير بالشرح، ما بدي اطول فيديوهات عليكم عشان ما تقولوا انه عم يطول فيديوهات، رح احاول اني اختصر قدر الامكان، تمام اخواتي. تمام، هلا هون عنا الترجمة تحت حاطين لك انه الترجمة بدك اياها تكون بقناتك، مثلا تكون تفوت على قناتك تكون تحط موبايلك انجليزي الماني فرنسي اللي هو، تمام، بدك اياها يقعد ترجمة كذا بتحط له اذا بدك او لا، فما بتخليها. هون النقطة المهمة اللي سألوني عليها حدا من المشتركين، يسألني عليها انه كيف بده يساويها، اللي هو عدد المشتركين كيف بيحسن يلغي، تمام. هلا في ناس ما بتحب يظهر عدد المشتركين عندها بالقناة، بدها تخفيه، فبيجي لهون، تمام، بيخفي. فهون وتكون عليه اشارة صح معناته انه عرض عدد المشتركين في قناتي، انه عادي كل الناس تشوف عدد المشتركين، تمام. اذا ما بدكم ينعرضوا عندكم المشتركين على القناة، تكبسوا عليها هيك بتقيموا اشارة الصح، تمام. هيك هلا كل مين بفوت على القناة عندكم ما بيشوف عدد المشتركين عندكم. بس انا في عندي نصيحة، هاي نصيحة انا بحب يعني بحب انصح شو انا وجهة نظري. انا عندي نصيحة، كل مين عامل قناة جديدة ولا قديمة، انا ما بنصحكم انكم تخفوا عدد المشتركين. يعني انا ما بعرف شو الفكرة من اخفاء عدد المشتركين، بس انا ما بنصح. ليش؟ لانه تكون قناتك جديدة او قناتك جديدة، تمام، وتعملوا اخفاء لعدد المشتركين، الناس اللي حيفوتوا لعندكم على القناة
حيطلعوا على القناة خلاص، مو مبين عدد المشتركين، مجهول الموضوع يعني، تمام، موضوع مجهول. فشو حيصير؟ حيفوت او حتفوت، تاخذ اللي بدها، تشوف اللي بدها بالقناة، او يشوف اللي بدها بالقناة ويتابع، يحمل حاله ويطلع، او تحمل حاله وتطلع، تمام. ف ما بنصح تخفوا عدد المشتركين، بالعكس، وتكون عم تقدموا محتوى حلو وظريف وبينشاف وبيتابع ومتعوب عليه، خلوا عدد المشتركين ظاهر. ليش؟ مشان يعني يفوت على القناة يطلع، يعجب المحتوى عندك بالقناة، يطلع انه في عندك مثلا 100 مشترك، اه هذا بحاجة دعم، بيعمل اشتراك، يشترك عندك بالقناة، تمام. اما حيلاقي ما في عدد ولا في، حيكون موضوع مجهول. فليش تفوتوا بهذا الباب؟ فانا بنصح، نصيحتي الاخوية لكم، انكم تخلوا عدد المشتركين ظاهر، مثل ما انا عامل عندي بالقناة، شايفين عندي 192، ان شاء الله عبال ما يصيروا 192 مليون مشترك. صعبة هي، بس يعني بنطمح للكتير مشان يجينا القليل ان شاء الله، تمام. فدعمونا بمعيدكم، يعني ما تنسونا، دعمونا، اللي عم شوف الفيديوهات هلا، اللي عم شوف فيديو هاي عم يستفاد، دعمنا او دعمينا واشتركوا بالقناة، والله ما راح تخسروا شيء، الله وكيلكم. في معلومات كثيرة ان شاء الله مفيدة بالقناة. المهم خلينا نرجع للدرس، هلا احكي قصة حياتي. فهو مثل ما حكينا، تمام، عنا تحت هون ايقاف الاعلانات التي تستهدف الاهتمامات، هاي ما تأتمنوا فيها شيء خلوها. عنا هون هلا هاي القناة مفعلة هون، ما في مشاكل، تمام. هلا بننزل على بعضها الاعدادات التلقائية لتحميل الفيديوهات. هون مثلا انت حابب انك تحط عنوان للفيديو دائما، وقت انت تنزل اي فيديو ما بدك تكتب له شيء، مثلا تحط له عنوان انه يضل موجود، العنوان يضل على طول هذا محفوظ بتحطهم، بس لا هي ما تنحطها. تحت عندكم هون الوصف، هذا الوصف اذا حابين تكتبوا شيء عن الفيديو، تمام، بامكانكم تكتبوه دائما عن الفيديو، الوصف تحطوا انتم الوصف اللي بدكم اياه هون، تمام. شو بكون تكتبوا؟ جملة بتكتبوها، بصير كل ما بتحطوا فيديو بينزل مع الفيديو، بس انا ما بنصح فيها، خليها مثل ما هي، تمام. فهون ما لنا فيها اعدادات متقدمة. هون كمان من الاعدادات، هي الاعدادات انه تتنزل الفيديو، اذا بدك الترخيص يكون العادي تبع اليوتيوب، اذا بدك الفئة تبع الفيديو، كل فيديو بتنزله انت عندك عليه بدك الفئة تبعه تكون شيء معين، تحط الفئة اللي بدك اياها انت هون، تمام. انا راح احطه تعليمي، والله ذكرتوني، تمام. هون بلا شهادة، هون اللغة العربية، هون كذا، يعني شايفين انتو الموضوع كله عنكم واضح، تمام. بس فتوا على هالاعدادات، هي واضح الموضوع عنكم، تمام. الاذونات هاي ما لنا شغل فيها. هون اذا حابب تعمل منتدى، بدك تعمل منتدى عندك وكذا والقصص هي، فما لنا فيها. هاي حظر الروابط، هاي حظر الروابط، انه اذا انت فتت شهادة شو اسمه فيديو وفي روابط، تمام، انه ما يظهر، تمام، انه ما يظهر هذا الموضوع، فبتحط له حظر الروابط، فانا بخليه عادي، تمام. اتفاقيات هي ما لنا شغل فيها، تمام. بس تعدلوا هي المعلومات كلياتها، تمام، بتكون ان شاء الله اموركم تمام. تحطوا هون حفظ، خليني ارجع بس على هون، تحطوا على القناة اعدادات متقدمة، تنزل تحت عدد المشتركين، اللي بده يلغي بيلغي واللي بده يخليه يخلي. انا رجعت حتى لانه هذا مطلوب مني، تمام. بتفوتوا على القناة، عدد المشتركين بتلغوه او بتخلوه اللي بدكم، تمام. بعدين انا هون بعمل له حفظ، انحفظ عندي هلا الموضوع، تمام. هلا هيك بكون مشي حال موضوع المشتركين، اللي بده يغيره خلص تغير وما في عليه اي مشاكل. هلا عنا الموضوع الثاني، كمان هذا انطلب مني الموضوع، انه كيف الواحد بيحسن ينسخ الرابط تبع قناته. يعني اذا واحد حابب ينسخ القناه تبع الرابط تبع قناته، مشان مثل ما شرحت انا عن الفيديو تبع ربط القناه من قناه اليوتيوب مع الفيسبوك، بتحتاج انك تنسخ الرابط، وبالاضافه في عالم كمان بتحتاج انه ينسخ الرابط على طول لغير شغلات، تمام. رح اورجيكم كيف. نفوت على اليوتيوب، تمام، نكبس هون عند إشارة قناتي، وبنكبس على كلمة ماين كانال، اللي هي بالعربي بتكون قناتي، تمام، تكبس عليها
بيطلع هذا الرابط هون، تمام؟ ونحن شو بنساوي؟ نكبس على هدول الثلاث اسهم اللي موجودين هون، عفوا ثلاث نقاط، نكبس عليهم، نكبس على كلمة تايلن، تايلن يعني بالعربي بتكون مشاركة، نكبس عليها وبنكبس على لينك كوبيرن، بالعربي بتكون نسخ الرابط، تمام؟ هيك بدك هاي الإشارة، بالعربي بتكون نسخ الرابط، نكبس عليها. هلا انتسخ الرابط عندي تبع القناة، تمام؟ الرابط تبع القناة كلها انتسخ عندي، برجع بطلع فوت مثلا انا وين بدي انسخها، وين ما بدي انسخها، مثلا نفترض حنجرب هون، شايفين عند كلمة البحث، راح اكبس عليها وحاول اني انسخها، بعمل لها كبسة طويلة. هلا هون مكتوب Einfügen بالالماني انه لصق، بالعربي بتكون لصق، حاكتب له لصق، شايفين هي الرابط تبع القناة، هي الرابط هون موجود طلع عندي تبع رابط قناتي، فهي طريقة النسخ تبع الرابط، تمام؟ للمشترك او المشتركة اللي كانت عندي بالقناة طلبت مني هذا الموضوع، هذا الموضوع هيك يصير، تمام؟ هذا الفيديو تبعي لليوم، بتمنى ان شاء الله انه يكون الكل عم يستفاد من الفيديوهات اللي عم نزلها واللي عم اشرح عنها، بالاضافة انه في عندي لسه كتير فيديوهات وكتير معلومات عن اليوتيوب، وبتساعد بموضوع تطوير القناة، تحسين القناة، الانتباه لكتير شغلات بموضوع المخالفات، تمام؟ في عندي لسه فيديو مهم كمان بدي احكي فيه عن اللي عم ينزل الموسيقى من اليوتيوب، اللي عم ينزل موسيقى من اليوتيوب في مكتبة باليوتيوب خصوصي بالموسيقى، اللي حابب ينزل ملفات موسيقى مشان نضيفها معه على الفيديوهات اللي عنده، ما عليها حقوق، هي اليوتيوب هي اللي عاملتها، شركة يوتيوب هي اللي عاملتها، تمام؟ هذا رح اشرح عنه فيديو تاني بس بفيديو لحاله، تمام؟ مشان ما اطول هذا الفيديو. بتشكركم على حسن المتابعة، ان شاء الله تكون فدتكم بالموضوع، لا تنسوا الاشتراك وتعملوا لايك، اهم شيء اللايك، عم تنسوا اللايك، اعملوا لايك وشاركوا الفيديو. بتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.